اهلا. هاي جون هادي شي مزيان الله يكون شي بخير. انت تتشوف الوليدات كل شيء كاملين تبارك الله كل شيء جا. الرحمن الرحيم. الأستاذ أحمد حمزة مدير ثانوية بن خلدون الإعدادية بتمارة. الدخول المدرسي كيف ما تتشوف الحمد لله، إذا كان واحد الدخول المدرسي اللي هو ناجح، تم الاحترام ديال جميع الشروط والتدابير الاحترازية الخاصة بداء كوفيد 19. والدخول المدرسي الحمد لله هذه السنة هذا كنا تنتظروا باش يكون فعلا دخول حضوري، وكان فعلا دخول حضوري باش يستفدوا جميع التلاميذ من الدروس بنسبه ديال 100% ان شاء الله. اذا كان 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 في الاول مع 8:30 التحق جميع التلاميذ بالحجرات الدراسيه ديالهم، كذلك جميع الاطر التربويه والاداريه التحقات، كان دخول 100%، ما كانش فيه حتى شي حاجه اللي هي ناقصه الحمد لله. ودابا الحصص الاولى إذا كانت تعليمات من السيد الوزير، وعطينا كذلك للسادة الأطر التربوية والأطر الإدارية باش تكون الحصة الأولى هي تعريفية بالنظام الداخلي ديال المؤسسة، وفي نفس الوقت هي تحسيسية بالإجراءات اللي خصهم يتبعوها التلاميذ في ظل الجائحة ديال كورونا، باش إن شاء الله يكون واحد العام اللي هو آمن ويكون واحد التحصيل اللي هو ناجح إن شاء الله. إذا كيف ما شفتوا كيف ما المؤسسة راها احترمت جميع التدابير من التباعد والإشارات ديال الدخول وديال الخروج، وكذلك بالنسبة للتشوير ديال الأجنحة، التشوير ديال استعمالات الزمان، جداول الحصص ديال الاساتذه، اللوائح محيانه ديال اليوم، وفي نفس الوقت تم توزيع دفاتر النصوص على جميع الاساتذه، وكذلك بطائق ديال الغياب، حيث سيتم تسجيل الغياب من هذا اليوم هذا من 1 اكتوبر، وكذلك سيتم تسجيله كذلك بمسار باش تكون العمليه فعلا انطلاقه فعليه للدراسه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة للإخوة في موقع نيوز. محمد بالخير، رئيس جمعية أباء وأولياء تلاميذ ثانوية بن خلدون الإعدادية تمارة. طبعا في إطار الظروف التي تجتاحها المملكة المغربية كباقي دول العالم، جمعية أباء وأولياء تلاميذ ثانوية بن خلدون الإعدادية قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية لتأمين دخول مدرسي وتحقيق دخول مدرسي آمن لجميع التلاميذ. في هذا الإطار قمنا بمجموعة من الإجراءات، أهمها تلقيح جميع تعقيم نظافة الأقسام وتعقيمها، ونشر واحد المجموعة من الإعلانات والإشارات للتوضيحية للتلاميذ. قمنا بعقد لقاءات تواصلية مع إدارة المؤسسة في إطار مواكبة الدخول المدرسي، وكذلك مع الآباء وحثهم على إجراء التلقيح نظرا لما يكتسيه من أهمية في حفاظا على السلامة الصحية للتلاميذ وتأمين دخول مدرسي آمن. فهذه السنة الحمد لله جد سعداء أنه هذه السنة سيكون دخول مدرسي حضوري لتأمين الزمن المدرسي وعدم ضياع فرص ديال التعلم بالنسبة للتلاميذ كما عرفته السنة الماضية اللي كانت عرفت واحد الخلل في إطار ديال التفويج ونقص عدد الساعات. الحمد لله هذه السنة أنه ما دام أنه تم تلقيح مؤسستنا في إطار العملية التواصلية تم تحقيق ما يفوق 75% من التلاميذ الملقحين، وباقي العملية سارية. طموحنا أنه نصل إلى 100% ديال التلقيح، ونتمنى سنة طيبة إن شاء الله، والله يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء من البلاد ديالنا ككل، وشكرا لكم.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.